جزا الله خيرا الشيخ الكريم على ما تفضل به من بيان خلق النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيها الإخوة المسلمون، إن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كلها حسنة، ويكفي أن نذكر بعض النماذج التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهلها. الخلق الآخر الذي سأتناوله إن شاء الله تعالى هو خلق كان النبي صلى الله عليه وسلم معروفا به قبل البعثة. هذا الخلق هو خلق الصدق والأمانة، وهما خلقان قريبان. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان صادقا، ولم يكن يكذب في جاهلية ولا في إسلام، وكذلك كان أمينا. فلما عرف بذلك بين قومه واختلفوا لما بنوا الكعبة وأعادوا بناءها، اختلفوا في وضع الحجر الأسود في مكانه، لأن هذا شرف لا يريد أحد أن يفرط فيه، فاصطلحوا أن يجعلوا ذلك لأول من يطلع عليهم. فطلع عليهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فارتضوه جميعا، قالوا جاء الصادق الأمين، جاء الصادق الأمين، فارتضوه. وكان من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أن أمرهم أن يضعوا الحجر في ثوب، وأن يمسك رؤساء القبائل بأطراف الثوب ويحملوه جميعا، حتى إذا كان موازيا لمكانه أخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في ركنه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بهذا، فكان يصدق في الحديث، ما عرف بكذب أبدا. لما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم فصعد فوق الصفا فنادى بطون قريش، يا بني فهر يا بني عدي، يناديهم حتى اجتمعوا. فخرج أبو جهل وخرج الناس، وكل من لم يستطع أن يخرج بعث رسولا ليستطلع له الخبر. فلما اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم بدأهم بمقدمة، فقال لهم أرأيتكم إن أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ لو أني أخبرتكم أن جيشا من أعدائكم يريد أن يغزوكم وأن يجتاحكم أكنتم مصدقي؟ فقالوا له بلسان واحد ما جربنا عليك إلا صدقا، ما عهدناك إلا صادقا. لكن أبا لهب عاند وكابر فسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى آية فيها انتصار للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها رد على هذا المشرك الفاجر. أنزل الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. الصورة، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له أعداؤه بأنهم ما جربوا عليه إلا الصدق، ما جربوا عليه إلا الصدق. فأين المسلمون من هذا الخلق العظيم، خلق الصدق؟ وخصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وقال إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وكان أصحابه رضي الله عنهم معروفين بالصدق أيضا، لأنهم تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وكانت صحبتهم له وملازمتهم له ملازمة فيها الاستفادة وفيها التأسي والاقتداء الحق، ليست كاقتداء المسلمين اليوم الذين يزعم أكثرهم بأنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدون به ويتأسون به، لكنهم يخالفونه في كثير من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما وقعت معجزة الإسراء والمعراج، جاء المشركون إلى أبي بكر رضي الله عنه وظنوا أنه لن يصدقه في هذا الخبر، قالوا بأن هذه هي الفاصلة، فقالوا له: أسمعت ما يزعم صاحبك؟ لقد زعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ونحن نقطع هذه المسافة في شهر، نقطعها في شهر، فكيف يزعم أنه أسري به في ليلته وعاد إلى فراشه؟ فما زاد أبو بكر رضي الله عنه على أن سألهم: أو قد قالها؟ يكفيني هذا، أو قد قالها؟ قالوا: نعم. قال: إن قالها فقد صدق، إن قالها فقد صدق. قالوا له: كيف تصدقه ولم تشهده؟ ما شهدت خبره ولا كنت معه، كيف تصدقه؟ قال: إني أصدقه في أكثر من ذلك، أصدقه في خبر السماء يأتيه بكرة وعشية. فمن ذلك اليوم لقب أبو بكر بالصديق رضي الله عنه، فكان صديق هذه الأمة الأكبر رضي الله عنه وأرضاه. روى البخاري في صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قص على أصحابه قصة عجيبة، قال لهم: بينما رجل يسوق بدنة له، بينما رجل يسوق بدنة له أو بقرة له يسوقها، إذ ركبها، كان يسوقها ثم بدا له أن يركبها، فقالت له: إنا لم نخلق لهذا وإنما خلقنا للحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ سبحان الله، هذا مما يدعو للعجب، لأنه من خوارق العادات، فالبهائم عجماء لا تتكلم، سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فبما أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، أما إني أؤمن بهذا، أصدق بهذا وأبو بكر وعمر. قال راوي الحديث: وما ثم أبو بكر ولا عمر، يعني أن أبا بكر وعمر كانا غائبين عن مجلسه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك شهد النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانهما وتصديقهما، لما يعلم من قوة الإيمان والتصديق عند أبي بكر وعند عمر رضي الله عنه. ثم ساق بقية الحديث: وبينما رجل يرعى غنمه إذ عدا ذئب فأخذ شاة فتبعه فاستنقذها منه، فوقف الذئب فقال: ومن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم؟ قال: أما إني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. أنتم ترون أيها الإخوة المسلمون أن هذه البقرة علمت الحكمة التي لأجلها خلقت، وبعض المسلمين لم يعلم هذه الحكمة، بعض المسلمين يظنون أنما خلقوا ليأكلوا وليشربوا وليتناسلوا حتى يمضوا إلى الله سبحانه وتعالى. هذه البقرة تقول: إنا لم نخلق لهذا وإنما خلقنا للحرث. فأنت يا عبد الله خلقت للعبادة، فحققها، خلقت للعبادة، كما قال ربك سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله لم يخلقنا عبثا سبحانه وتعالى، ولم يتركنا سدى سبحانه وتعالى. صهيب رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المستضعفين. هذا الرجل الذي كان يلقب بالرومي، صهيب بن سنان الرومي، هو في الأصل ليس برومي وإنما كان عربيا، فسبته الروم فعاش بينهم دهرا فنسب إليهم. هذا الرجل لما أراد أن يهاجر
وأن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. اعترضه فتيان من قريش فقالوا له: أتيتنا، يعني لما قدمت مكة أتيتنا صعلوكا لا مال لك. طبعا الصعلوك هو الفقير، وإنما لما استعجم اللسان صار الناس يظنون أن الصعلوك يعني شيئا آخر، يظنون أن هذه يعني سبة، والصعلوك هو الفقير لا غير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لما استشارته في أي الرجلين تنكح، لأنه خطبها أبو جهم وخطبها معاوية بن أبي سفيان، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. ففسر الصعلوك. إذن قالوا له: أتيتنا صعلوكا لا مال لك وتريد أن تخرج بهذا المال، لا ندعك أبدا. وكان صهيب رضي الله عنه من أسد الناس رميا، فنثر كنانته بين أيديهم وقال لهم: والله إنكم تعلمون أني من أسدكم رميا، والله لا تخلصون إلي حتى أقتل أكثركم، فهل لكم أن أدلكم على كنزي بمكة وتخلون سبيلي؟ وطبعا المشركون إنما همهم الدنيا، فصالحوه على ذلك، فدلهم على كنزه وأنه حفر له تحت أسكفة الباب، تحت عتبة باب داره بمكة، فدلهم على الكنز فخلوا سبيله. الشاهد هنا هو أنهم صدقوه في خبره مع أنهم مشركون وهو عدو لهم، ويريد أن يلحق بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وربما لا يرونه بعد يومهم ذلك، لكنهم لما علموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق، وأنه علم أصحابه الصدق، وكانوا من أهل الصدق معروفين بذلك، صدقوه في خبره، فرجعوا إلى مكة فحفروا في المكان الذي دلهم عليه فوجدوا كنزه هناك. فلما مضى ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجد الوحي قد سبقه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاته متهلل الوجه وهو يقول له: ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع يا أبا يحيى. فالشاهد هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان صادقا، وهذه من الصفات اللازمة لجميع الرسل، فكيف يصدق الرسل إذا كان فيهم شيء من الكذب؟ هذا لا يعقل، فإن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم واختارهم وجملهم بجميل الأخلاق وب يعني حسن النعوت عليهم الصلاة والسلام. من الأخلاق التي ترتبط بهذا الخلق خلق الأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بالأمانة في بدء الوحي، ما كان يعرف بشيء، فلما كان الوفد الذين بعثهم يعني الكفار قريش إلى هرقل فسألهم تلك الأسئلة التي تدل على دهائه وعلى حنكته وعلى ذكائه، فقال لهم: أيكم أقرب الناس بهذا الرجل الذي يدعي أنه نبي؟ فأشاروا إلى أبي سفيان، وكان يومئذ مشركا، فأقامه بين أيديهم وأقامهم خلفه، فقال لهم: إن كذب فكذبوه، إن كذب فكذبوه، أي فافضحوه. فأخذ يسأله تلك المسائل، مسائل كثيرة، من شاء أن يرجع إليها فقد روى حديث ذلك في البخاري في الصحيح. الشاهد عندي هو أن هرقل سأله فقال له: هل يغدر هذا الرجل الذي يدعي النبوة، هل يغدر؟ قال: لا، ونحن منه في مدة، فما ندري ما هو صانع فيها. يقول: وما استطعت أن ألمزه بشيء إلا بهذه الكلمة، ما استطاع، هو عدو له يريد أن يلمزه وأن يطعن
فيه وأن يحط من قدره، لكنه أبت عليه أخلاقه، والمشركون كانت لهم أخلاق، فكان فيهم حياء، وكان فيهم كرم، وكانت فيهم نصرة، وكانت فيهم نجدة، كانت فيهم أخلاق عالية، فزكى الإسلام ما كان من تلك الأخلاق ورد ما كان قبيحا منها. فيقول أبو سفيان رضي الله عنه بعد أن أسلم، قال: والله لولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه، لولا أن يأثروا علي كذبا، لولا أن تفسد سمعته وأن يساء إليه بأنه كذب على محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنهم في صفه وكلهم يريدون إذاية النبي صلى الله عليه وسلم والتنفير عن دعوته، لكنه أبى أن يوصف بالكذب. إذن انظروا إلى قبح الكذب وقبح هذه الخصلة، يعني الرديئة، وكيف يستمرئها بعض المسلمين مع الأسف الشديد. بعض المسلمين يكذب في كلامه دون حاجة ودون ضرورة، ولا يعرض ولا يستعمل المعارض والتورية، بل يكذب الكذب الصراح، وهذا كله مخالفة لهذا الهدي الكريم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. في قصة الهجرة، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج وعزم على ذلك واتفق مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه، خلف عليا رضي الله عنه على فراشه نائما، وهذا مثال في التضحية، ومثال في البذل، ومثال في الشجاعة أيضا. تركه على فراشه وقد علم أنه مقتول، وقد اجتمع كفار قريش وأرادوا أن يقتلوه تلك الليلة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم وتسلل، وألقى الله سبحانه وتعالى الغشاوة على أعينهم، فما أبصروه صلى الله عليه وسلم حتى خرج. من بين ما يذكر علماء السير أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه أن يرد الودائع إلى أهلها، لأن المشركين مع مخالفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومع كرههم له وبغضهم له، كانوا لا يجدون في مكة أشد أمانة منه، فكانوا يتسللون لواذا ويستودعون أنفس أموالهم عند محمد بن عبد الله رضي الله عنه. فلما كانت حادثة الهجرة، ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من أموالهم فلسا واحدا، بل ترك عليا رضي الله عنه وأراه ودائع المشركين، هذه وديعة فلان وهذه وديعة فلان، فإذا أصبحت فأدي الودائع لأصحابها. قد يتساءل متسائل، ما بال النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من تلك الودائع وقد أخرجه قومه وظلموه كما سمعتم، أخرجوه من هذه البلدة الطيبة التي هي أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى نفسه صلى الله عليه وسلم، ولولا أن قومه أخرجوه منها ما خرج صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم، فكيف ترك تلك الودائع وهي تحت يده ولم يأخذ منها شيئا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يلمز بشيء، لا يريد أن يطعن فيه المشركون بشيء، لأنه أمين فيبقى أمينا أبد الدهر صلى الله عليه وسلم. لو قدر فأخذ شيئا من أموالهم بحق، وإنما هو استرداد لبعض ما أخذوه منه، فقد ترك المهاجرون ديارهم وأموالهم واستولى على ذلك المشركون بأجمعه، وهذا أيضا مما يذكره العلماء في يعني سبب غزوة بدر، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاة عير قريش. فقد يقع إشكال عند بعض الناس، كيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعترض قوافل قريش وأن يأخذ أموالهم؟ أليس هذا من الغصب؟ أليس هذا من السرقة؟ فنقول بأن تلك الأموال إنما هي أموال المهاجرين التي اغتصبوها والتي استولوا عليها، فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترد بعضها، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل في حادثة الهجرة، وأمر عليا رضي الله عنه أن يرد تلك الودائع إلى أهلها ليسلم له عرضه
وليبقى خلقه ساميا سامقا عاليا صلى الله عليه وسلم. هذه الأمانة كانت عنوانا بارزا في حياته صلى الله عليه وسلم، لأن الأمانة كما يذكر العلماء لها وجوه كثيرة، والله سبحانه وتعالى لعظم هذه الأمانة عرضها على أعظم المخلوقات، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عرضها الله على السماوات وعلى الأراضين وعلى الجبال، والجبال من الأراضين، لكن هذا من عطف الخاص على العام ليبين يعني عظمة الجبال ورسوخها وشموخها. فهذه المخلوقات العظيمة عرضت عليها الأمانة فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان. يقول العلماء إن الأمانة هنا هي أمانة التكليف، على الصحيح من أقوال أهل التفسير، الأمانة هي أمانة الدين وأمانة التكليف، ويدخل فيها جميع الفروض. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فكل من يخون الله ويخون الرسول صلى الله عليه وسلم إما بالإشراك وإما بالإزراء وإما يعني بأي نوع من أنواع الإشراك وأنواع يعني المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه خيانة للأمانة التي ائتمننا الله سبحانه وتعالى عليها. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، وجمعها لأنها متعددة، وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: إن الأمانة تأتي في القرآن على ثلاثة أوجه، تأتي بهذا المعنى أي بمعنى الفروض، ومنه الآية التي ذكرنا: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، أي الفروض التي افترض الله عليكم من توحيده ومن اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم ومن صلاة وصيام وحج وزكاة وغير ذلك من الفروض. فالمسلم ينبغي أن يؤدي هذه الأمانات وأن يقوم بما أوجب الله عليه من فروض. والمعنى الثاني هو الودائع، وهذا المعنى هو الذي لا يكاد الناس يعرفون إلا هو. كثير من الناس إذا سمع الأمانة فإنما ينصرف إلى ذهنه الودائع فقط. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال الله سبحانه وتعالى في معرض مدح أهل الإيمان: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق خيانة الأمانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا حدث كذب. إذن الصدق يتنافى مع النفاق، فالنفاق أهله كذبة وأهله خونة. إذن قال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا أؤتمن خان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أمينا في هذه الأرض، وأيضا أمينا لأهل السماء صلى الله عليه وسلم. المعنى الثالث هو العفة والصيانة، وهذه تذكر في قصة يعني موسى عليه السلام لما هاجر إلى مدين وسقى للمرأتين، فلما دعته المرأة أن يصطحبها إلى بيت أبيها ليجزيه أجر ما سقى لهما، قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يقول المفسرون: استدلت على قوته لأنها رأته يحمل حجرا عظيما كان الناس يغطون به البئر، وكان لا يحمله إلا العصبة من الرجال أولو القوة، فحمله موسى عليه السلام وحده، فاستدلت بذلك على قوته، وكان قويا، فإنه لما وكز الرجل قضى عليه، فوكزه موسى فقضى عليه، إنما ضربه بجمع كفيه فقضى عليه لقوته صلى الله عليه وسلم. واستدلت على أمانته بأنه لما سار معها أمرها أن تسير خلفه، أمرها أن تسير خلفه
لكي لا تأتي الريح فتكشف بعض بدنها فتقع عينه صلى الله عليه وسلم على ما لا يحل النظر إليه من بدنها. أين المسلمون اليوم من هذه الأخلاق العالية؟ أين المسلمون من غض أبصارهم كما أمرهم الله؟ قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ولاحظوا ارتباط غض البصر بحفظ الفرج، فهما متلازمان، فإن هذا سبب للوقوع في هذا، فإن الإنسان إذا أطلق بصره لا يأمن أن يقع في الفواحش. فلذلك هذه المعاني التي تأتي بها الأمانة في القرآن. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وهو المعروف بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. لاحظوا الأدب مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه سمع حديثين من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقل رأيت أحدهما ولم أرى الآخر، بل قال وأنا أنتظر، لأنه على يقين بأن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو واقع لا شك فيه ولا ريب، سواء أدركه أو حدث بعد موته. فلذلك قال وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، في أصل قلوب الرجال، ثم علموا من الكتاب وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفعها. إذن حدثهم عن الأمانة كيف ألقاها الله سبحانه وتعالى في جذر قلوب الرجال، وكيف تفقهوا في الكتاب وتفقهوا في السنة، لكنه أخبرهم عن رفعها، وهذا الذي ينتظره حذيفة ولم يره رضي الله عنه. قال ثم حدثنا عن رفعها، قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها كالوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها كالمجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا، فتراه منتبرا. يعني وهذه كلها ألفاظ فيها دقة، لكن المقصود أنه شبه الأمانة بذلك الانتفاخ الذي يكون في جلد الإنسان إذا يعني لمس شيئا من النار، جمرا أو نحوه، فإن جلده ينتفخ، لكنه لا يكون به إلا الماء، لا يكون به إلا الماء، فتراه منتبرا أي منتفخا. قال فيصبح الناس، يعني ترفع الأمانة، فيصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة، عياذا بالله، يصير الناس إلى هذا الحال، يصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى إنه سيقال إن في بني فلان رجلا أمينا. فلله الأمر من قبل ومن بعد، كان الناس على سلامة وعلى خير، كان فيهم الصدق، وكانت فيهم الأمانة، وكانت فيهم العفة، وكانت فيهم الصيانة، وكان فيهم كل خلق كريم، وكان أصحاب الشذوذ يعدون على رؤوس الأصابع الواحدة. لكن صار الناس إلى ما نرى، فكثر الكذب، وفشى الزنا، وفشى شرب الخمر، وفشت يعني الفواحش. فلله الأمر من قبل ومن بعد، حتى إنه ليقال إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني لندرة الأمانة ولقلتها ولارتفاعها من قلوب العباد، فإن الناس ربما لا يجدون من الأمناء حولهم إلا أن يكون رجلا بعيدا، إن في بني فلان رجلا أمينا. فلذلك لا بد أن يعرف المسلم أن هذا الخلق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو خلق ملازم للإيمان من كل وجه، عليه أن يتصف به، وعليه أن يكون أمينا على الفروض التي افترض الله سبحانه وتعالى عليه، وأن يكون أمينا على عرضه، وأن يكون أمينا على مال غيره، وأن يكون أمينا على مصالح غيره. هذه أمانات كلها ينبغي أن يحتاط المسلم ألا يكون يوم القيامة وأحد يتبعه بمظلمة،
فإنه يوم القيامة لا درهم ثم ولا دينار، وإنما المظالم إنما تؤدى بالحسنات. من كان له لأخيه مظلمة فليتحلل منه في الدنيا قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وإنما الحسنات والسيئات. فإن كان له من الحسنات فإنه يعطيها لمن ظلمهم، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار كما جاء في حديث المفلس. فالشاهد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بالأمانة، وكذلك كان أصحابه رضي الله عنهم. فنحن أيضا ينبغي إن كنا فعلا نتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون لنا من ذلك نصيب وافر، وأن نتحرى الصدق في كلامنا والأمانة في معاملتنا، بل لا يجوز لنا أن نعامل غيرنا بالمثل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فالخيانة قبيحة، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما وصف بها نفسه، ما وصف بها نفسه، مع أنه يذكر بعض الأوصاف في مقابلة أفعال المشركين، يعني في خداعهم، في استهزائهم، في كيدهم: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ويقول الله سبحانه وتعالى: يخادعون الله والرسول وما يخادعون وما يخدعون إلا أنفسهم. ويقول الله يستهزئ بهم، لكن في الخيانة ما قال الله سبحانه وتعالى يعني بأنه يخون عباده، وإنما قال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. فلذلك هذا الخلق لا ينبغي أن يتصف به المسلم من قريب ولا من بعيد، لأنه ينافي تمام الإيمان وكماله، ولا يليق بالمسلم أن يتعاطى شيئا من هذه الأخلاق الذميمة التي ذمها الله سبحانه وتعالى وذمها الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلى خلق آخر مع الشيخ الكريم أبي الوليد. لا بقي الحل إن شاء الله، يعني على وجه الاختصار والإيجاز، والله لو كان يعني لنا من الأمر شيء لما شبعنا من هذه المجالس التي تذكر فيها شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من تدارس السنة، وإذا حسن المسلم نيته فإنه يؤجر على ذلك إن شاء الله تعالى. على وجه الاختصار، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كان لا بد من ذكر خلق آخر من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو على وجه العجلة في 10 دقائق أو ما يقارب، فيكون الكلام عن تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا الخلق، خلق التواضع، هو من أخلاق أهل الجنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والله سبحانه وتعالى قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالتواضع، فقال: وأخفض جناحك للمؤمنين. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من التواضع غايته وقمته، فكان صلى الله عليه وآله وسلم متواضعا في بيته، فكان صلى الله عليه وسلم يكون في خدمة أهله. لما سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت: كان يكون في خدمة أهله، هو في خدمتهم. يعني كثير من الرجال يستأسدون حينما يدخلون البيوت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بالعكس، كان يتواضع ويلين الطرف والجانب لأزواجه صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يكون في خدمة أهله، وكان يحلب شاته ويخصف نعله ويخيط ثوبه صلى الله عليه وآله وسلم.
وكان صلى الله عليه وسلم لا يتميز عن أصحابه، كان يجلس معهم ويأكل معهم ويجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد، وهو خير من كل حر وعبد صلى الله عليه وآله وسلم. كان يدخل الأعرابي على الصحابة رضوان الله عليهم فيقول: أيكم محمد؟ لا يعرفه، لأنه لا يتميز بجلسة ولا يتميز بمكان ولا يتميز بملبس ولا يتميز بهيئة ولا يتميز بأي شيء، هو منهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة مع أبي بكر وخرج الناس الذين لا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعرفوا أيهما النبي صلى الله عليه وسلم وأيهما أبو بكر، حتى يعني جاءت الشمس على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأضله أبو بكر بثوب، فعلموا أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ملخصا هذا الأمر، قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني، لا تمدحوني، قضية مش قضية مدح. بعض أهل العلم فسر الإطراء بأنه المدح بالباطل، ما كان مدحا بالباطل، أما المدح الحق هو يستحقه صلى الله عليه وسلم. ولكن لتواضعه صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني، وقال بعض أهل العلم: لا تطروني، لا تمدحوني مطلقا، لا تمدحوني مطلقا. ولذلك الإمام الترمذي رحمة الله عليه وضع هذا الحديث في كتاب الشمائل وبوب عليه باب تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تمدحوني مطلقا بما هو حق وبما هو باطل، لا تمدحوني، لأنه يعتبر نفسه عبدا لله. فكأن الصحابة سألوه: فما نقول؟ لابد أن نقول فيك شيئا يا رسول الله. فقال: إن كان ولابد أنكم قائلين فقولوا ما هو ثابت شرعا وقدرا، قولوا عبد الله ورسوله، هو عبد لله سبحانه وتعالى، وكان يتشرف بهذه العبودية لأن الله سبحانه وتعالى أثنى عليه بها وذكره بها في أشرف المواطن، أشرف المواطن يناديه الله سبحانه وتعالى بالعبودية، فقال في موطن الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي مقام الدعوة قال: ولما قام عبد الله يدعوه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وهكذا في كل مقام من مقام الرفعة كان الله سبحانه وتعالى ينعثه بالعبودية. لذلك أحسن ما يحقق العبد أن يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى الواحد القهار. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة خرقاء، يعني حمقاشي شوية، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، فقالت: يا رسول الله، إني لي عندك حاجة، بغيت كل واحد الغرض. فقام إليها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها: يا أم فلان، يكنيها يتلطف بها، انظري أي سكك المدينة شئت أنطلق معك. قالت فأخذته فانطلقت به حتى قضى حاجتها صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يعني من هو مثقل بأعباء الدعوة وأعباء المسؤولية وأعباء يعني الأمة كلها، ومع ذلك لا يضيع امرأة خرقاء. يعني لو أن الواحد منا أمام هذه المسؤولية قد يقول أجب تضيع الوقت، ومع ذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجتها. فكان صلى الله عليه وسلم لا يتميز عن أصحابه، وكان صلى الله عليه وسلم قمة في تواضعه، وما زاده هذا التواضع إلا رفعة ومكانة ويعني تعظيما في قلوب المسلمين أجمعين. أطلب من شيخنا الحبيب أن يختم بقراءة من قراءاته الجميلة الطيبة المباركة.
الذي اسمه حسن التخلص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. جزا الله خيرا المقرئ الكريم الحبيب وليف على تلاوته هذه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. في ختام هذا المجلس الكريم أذكر فائدة وأختم إن شاء الله تعالى. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصف بهذه الأوصاف وهذه النعوت لا شك أنه أهل لأن يحب، وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل محبته فرضا على كل مسلم، بل لا يتم إيمان المرء حتى يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل محبوب. فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. فجاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك، حتى أكون أحب إليك من نفسك. ففكر عمر ثم قال: فإنك الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، قال: الآن يا عمر. هل فكر المسلمون في هذا المقام؟ وهل خافوا ألا يبلغوه؟ ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى في ترتيب المدارك في ذكر سيرة أسد بن الفرات، وهو من العلماء المشهورين، وجاءه رجل فسأله عن هذا الحديث، قال له: أخشى ألا أكون منهم، أخشى ألا أكون منهم، يعني لا يجد في نفسه أنه يقدم النبي صلى الله عليه وسلم على محبة نفسه وعلى محبة ماله وولده وأهله والناس أجمعين، يشك في ذلك. قال: أخشى ألا أكون منهم. فقال له أسد بن الفرات، قال: هون عليك، أرأيت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فقرب ليقتل، أكنت تفديه بنفسك؟ قال: إي والله. قال: أكنت تفديه بولدك؟ قال: نعم. قال: فلا يضرك. قال: فرجت عني فرج الله عنك، فرجت عني فرج الله عنك. أعطاه مقياسا يعرف به قدر محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يمكن أن يرغب بنفسه عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل الصحابة رضي الله عنهم كانوا في الحروب يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون: نحري دون نحرك يا رسول الله، نفسي دون نفسك يا رسول الله. فكانوا يفدونه بأنفسهم وأموالهم وأهليهم صلى الله عليه وسلم، ورضي عنهم أجمعين. وكان منهم من يتلقى السهام بظهره ويحوط النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المحبة ينبغي أن نحاول أن نؤكدها في قلوبنا، لأن الله سبحانه وتعالى توعد من لم يكن بهذا الوصف بوعيد شديد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: قل إن كان آباؤكم، وانظروا سيذكر عيون المحبوبات وأصولها ورؤوسها، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
فوصفهم بأنهم فاسقين إن قدموا محبة هذه الأمور التي يحبها الإنسان بفطرته، لكنه إن جعل محبتها فوق محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله فإنه يندرج في سلك الفاسقين عياذا بالله. إذن ختاما لهذا المجلس الكريم، نسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار كرامته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هدى الله أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نسأل الله سبحانه وتعالى لكل من نظم هذا الحفل البهيج ولكل من أسهم فيه من قريب أو بعيد، لكل من أنفق، لكل من هيأ، لكل من نسق، لكل من دعا، لكل من أسهم بأي وجه من أنواع الإسهام، نسأل الله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يأجره على ذلك أجرا عظيما، وأن يدخر له ثوابا جزيلا عنده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونشكر الجمعية المباركة ونشكر السلطات المحلية التي وافقت على عقد هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدوم هذا التعاون، فإنه والله لا يراد به إلا وجه الله، ولا يراد به إلا النفع للمسلمين، ولا يراد بهم إلا أن يرجعوا إلى مكمن العز وإلى موطن السؤدد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني الخير لكل الحاضرين ولكل من يبلغهم هذا الكلام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اختارني إخواني في الجمعية لأتقدم بين يدي مشايخي الفضلاء لكي أشكرهم وأتقدم إليهم بأسمع عبارات الشكر والتقدير والامتنان على قبولهم إذ هذه الدعوة التي أمتعونا في هذا الدرس اليوم المبارك، إذ نشكرهم جزيل الشكر وندعو لهم بالسداد والتوفيق. وإخواننا وأبناؤكم في الجمعية قد أعدوا لكم بعض التذكار، يتقدم سيدي محمد بن ميك لتقديمه نيابة عن إخوانه في الجمعية. كما نغتنم الفرصة لتقديم الشكر لسيدي حمد الإدريسي على استضافته بيننا. ونضرب لكم موعدا غدا إن شاء الله في نفس المكان ونفس الموعد بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر إن شاء الله عز وجل في الأمسية القرآنية التي إن شاء الله سيشارك فيها تل من القراء على رأسهم سيدي الحبيب وليف وسيدي بوشبكة السعيد وأسامة سليم والقارئ أسامة والقارئ عبد العالي أنقولي وسيدي عبد العالي الربوحات وغيرهم إن شاء الله عز وجل. فلنكن جميعا في الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.